الحمد لله، الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وهدانا وعلمنا وأنقذنا وفرج عنا. الحمد لله بالإيمان، الحمد لله بالقرآن، الحمد لله بالإسلام، الحمد لله بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وأظهر أمننا وأحسن معافاتنا وجمع فرقتنا وأحسن خلاصنا، ومما سألناه أعطانا، فالحمد لله على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على كل نعمة أنعم الله بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة، أو شاهد أو غائب، أو حي أو ميت. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أجارني الله وإياكم من الضلال. أوصيكم ونفسي يا معشر المسلمين والمسلمات بتقوى الله عز وجل، فهو القائل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين، واجعلنا بفضلك من ورثة النعيم. ثم أما بعد، معشر المسلمين والمسلمات، نعود إلى الدعاء النبوي الشامل الجامع الذي كنا بصدد تفسيره والتعمق في أسراره في الخطب الماضية، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك القصد في الغنى والفقر. القصد أيها الإخوة الكرام هو التوسط، وأن تكون عدلا ووسطا بين طرفي نقيض، هو التوسط والاعتدال وعدم الإفراط والتفريط. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى فيما رواه من وصايا لقمان: واقصد في مشيك، يعني توسط في مشيك واعتدل في مشيك، واقصد في مشيك. الغنى والفقر أيها الإخوة الكرام حالتان اجتماعيتان، إذا لم يحسن الإنسان التصرف فيهما قد يضل الطريق ويرتكب من الآثام ومن الذنوب ومن المعاصي ما يبعده عن طريق الله تبارك وتعالى ويستجلب له غضب الله عز وجل. الله عز وجل يقول في ذلك في قضية الغنى بالذات: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. حين يرى الإنسان أنه قد استغنى عن الله عز وجل بسبب المال الذي حصل عليه والغنى المادي الذي حصل عليه، يظن أنه ليس بحاجة إلى الله عز وجل، هنا يميل العبد إلى الطغيان.
وإذا طغى العبد ظلم، وإذا ظلم خرج عن طريق الله تبارك وتعالى. وربنا عز وجل يقسم بيننا الرزق، يرزقنا حسب ما ينفعنا إن كنا من الصالحين، يرزقنا في بعض الأحيان حتى يبتلينا، أو يرزقنا بشكل معين حتى يعني يعذبنا في بسبب ذنوب اقترفناها. أما إن كان العبد صالحا فإن الله عز وجل يرزقه ما ينفعه حسب شخصيته وحسب أخلاقه وحسب معاملاته، فيكون ما رزقه الله تبارك وتعالى خيرا له. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ولو بسط الله الرزق للناس لبغوا في الأرض، يعني لو فتح الله عز وجل أبواب الرزق لكل الناس لطغى فيهم منهم الكثير، ولبغى عن طريق الله عز وجل الكثير منهم. ولذلك يمسك الله عز وجل ويقتر على بعض الناس ويبسط لبعض الناس ويجعل الوسط لبعض الناس، ولله عز وجل في ذلك حكمة عظيمة. فكثرة الغنى أيها الإخوة الكرام تدفع كثيرا من الناس إلى الطغيان، تدفعهم إلى الكبر، تدفعهم إلى احتقار الناس، تدفعهم إلى الطمع في زيادة بأي شكل كان، يعني دون النظر إلى حلية ما يستعملونه من وسائل للحصول على المال، هل هذا حلال أم حرام؟ المهم عنده هو أن يستزيد من المال، كلما زاد ماله كلما طغت شهوته في الزيادة. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. تدفع كثيرا من الناس إلى أكل الربا فقط حتى يستزيد من المال. تدفع بعض الناس إلى أكل أموال الناس بالباطل، وتدفعهم إلى الغش وإلى السرقة إلى غير ذلك مما نعلم. فيعني السرقة الآن والفساد الآن لا نجده فقط عند الفقراء، بل نجده في غالبية الأحيان عند الأغنياء. كلما زاد غناهم كلما زاد غشهم، وكلما زادت سرقتهم، وكلما زاد فسادهم في الأرض. والأمثلة كثيرة أيها الإخوة الكرام، اسمعوا عنها حتى في من يسيرون البلاد والعبادة في كل أصقاع الدنيا. هذا حال الغنى عند كثير من الناس. وكذلك الفقر، الفقر في كثير من الأحيان يدفع بعضا أو كثيرا من الناس إلى التسخط، بحيث أن الإنسان لا يرضى بما قسمه الله عز وجل له، لا يرضى بقضاء الله عز وجل فيه، فيتسخط، يسخط على الوضع ويسخط على القدر. ويدفع الفقر كثيرا من الناس إلى حسد الأغنياء، إلى حسد الآخرين فيحسدهم على ما رزقهم الله عز وجل، ويدفعهم إلى قلة الصبر، ويدفعهم إلى الطمع بما في أيدي الناس، كما أنه يدفع البعض إلى التسول ومد اليد بشكل غير مشروع ودون حاجة تدفع إلى ذلك. ويدفع كذلك كثيرا من الناس إلى الغش وإلى السرقة وكسب الحرام، ويدفع إلى البخل، ويدفع إلى الشح وغير ذلك من الأعمال الرذيلة المذمومة. إذن هذا هو حالة الغنى وحالة الفقر، وكيف تجر الناس إلى ما لا يرضاه الله تبارك وتعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء يسأل الله تبارك وتعالى أن يعينه على القصد: اللهم إني أسألك القصد في الغنى والفقر. يعني يا الله كيفما كانت حالتي، سواء كنت غنيا أو كنت فقيرا، ماشي مشكل أنك تكون غني وماشي مشكل أنك تكون فقير، ولكن كيف سوف تتعامل مع غناك وتتعامل في غناك، أو كيف ستتعامل مع فقرك أو تتعامل في فقرك، هذا هو الأهم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يستعين الله ويطلب من الله عز وجل المدد والعون والمعية حتى يكون قصدا في معاملته مع هذا المال، في كسبه، في إنفاقه، وفي الأخلاق التي يتعامل بها مع الناس حسب الوضع الاجتماعي الذي جعله الله عز وجل فيه. معشر المسلمين والمسلمات، الإسلام يدعو المسلم إلى التوسط
في الإنفاق كيفما كان حاله، فلا يميل إلى الإسراف ولا يميل إلى البخل. وفي ذلكم يقول الله تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني ما تكونش بخيل قابط الفلوس ما بغيش ترخي، ضنين بالمال لا تريد أن تنفق. ولا تجعل يدك، وشوفوا كيفاش صورها الله عز وجل، بحال الإنسان اللي قابط يقش راسه. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. ملوما لأن الناس سوف يلومونك إذا كنت في هذه الحالة، إما بخيل وإما مسرف، الناس سوف يلومونك على ذلك وسوف تسقط في الحسرة عاجلا أم آجلا. والله عز وجل في القرآن الكريم يثني على عباد الرحمن ويظهر لنا ويبين لنا ويجلي لنا خصالهم، فيقول سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالمال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا هو القصد الذي يسأله الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان لم يسرفوا ولم يقتروا أو يقتروا حسب القراءات، وكان بين ذلك قواما. كلما كان الإنسان غنيا كلما كان أدعى إلى الإسراف. ما حد الإنسان تيكون غني ما حد تيكون قريب للإسراف، يعني ينفق في كل ما يشتهيه، بل إنه يدفع الأموال الطائلة في كل أمور خسيسة. تتوجد بعض الأمور خسيسة ولكنه يبذر المال فيها، فهذا هو الإسراف المذموم الذي ينهى الله عنه ويحذر المسلمين منه. أو أنه ينفق المال فيما لا ينبغي، ينفق المال فيما لا ينبغي، ينفقه في الحرام أو في الأمور المكروهة أو في المظاهر الخداعة البراقة التي لا تفيده شيئا، ويضيعه في غير حقه، عوض ما يصرف المال في الحق دياله، في الزكاة على الفقراء المساكين، الوليدات دياله، الأقرباء، الأكل دياله، الشرب دياله، ينفقه في غير حقه، سواء فيما يتعلق بالملبس أو ما يتعلق بالمطعم أو ما يتعلق بالمسكن أو ما يتعلق بالمركب. حنا تيقولوا عندنا في الدارجة: لبس قدك يواتيك، لبس قدك يواتيك، حيت لبس شي حاجة اللي مقادة مع البدن ديالك تتواتيك، ولما تلبس واحد الجلابة اللي هي كبيرة عليك أو مضيقة عليك ما غاتواتيكش، لبس قدك تواتيك. إذا اصرف مالك وأنفق مالك فيما تحتاجه دون إسراف ودون قطر. وقد هذا الأمر، هذا أيها الإخوة الكرام، نحن في هذا الزمن، في هذا الزمن وفي هذا المجتمع، يعني نرتبط ارتباطا وثيقا بالمظاهر الخداعة. علاش؟ لأننا في واحد الزمان ديال الصرف، الإعلام والإشهار كله يدفع الناس إلى إنفاق المال فيما لا ينفع والتبذير فيما لا ينفع، وكلنا نسقط أيها الإخوة الكرام في هذا الضلال. نقارن احنا أنفسنا مع والدينا ولا مع جدودنا، كيفاش كانوا تينفقوا ولا كيفاش كانوا تياكلوا ولا كيفاش كانوا تيلبسوا، سوف نجد فرقا شاسعا بيننا وبينهم، لأن هذا المجتمع طغى أو طغت علينا بعض العادات فيه وأخرجتنا من جادة الصواب وأخرجتنا من منطقة القصد إلى منطقة الإسراف. وقد تعدى هذا الأمر الطبقة الغنية إلى الطبقة الفقيرة، تجد إنسانا فقيرا لا مال له لا عمل له أو يكسب شيئا قليلا من المال، ولكنه في مظهره يبقى تابع الموضة ويسرف المال في الموضة، وخصوصا اللبس بحال هذا وخصني نشري الضرب بالربا باش نكون بحال فلان وإلى غير ذلك، ف يعني يسرف فيما لا ينفعه ويسرف فيما هو حرام، فيما لا يقبله الله تبارك وتعالى. وقد يلجأ كما قلت إلى الربا حتى يحقق أحلاما وآمالا لا تليق بحاله. أنت الحال ديالك أنك تعيش بهذا الشكل وتسوق الطوموبيلة ديال هذا الشكل وتسكن في الدار ديال هذا الشكل وتلبس بهذا الشكل، وأنت ستوجد بعض المرات الإنسان هو فقير وكذا وهذي ومعدي على يعني على المستوى الذي يجب أن يعيش فيه. وهذا نجده كثيرا عند شبابنا وأطفالنا، تجد الطفل ومازال عاد في القراية دياله، مازال ما خدام ما ردام، ولكنه يعني يضغط على والديه حتى يصرف عليه من المال لشراء يعني بعض الملابس أو بعض الأمور
التي يعني هي فوق حاجته وفوق مستواه الاجتماعي ومستوى أسرته. علاش تقليدا لفلان أو اتباعا للموضة الفلانية اللي قلت تشوفي تتقلب 400 أورو هو باه مصابتي قبط 1000 أورو ولا 1500 أورو والولد لابس في الوقفة ديالو 400 أورو. علاش؟ لأن وهادو بلدنا تعيش في الفشوش. الولد مازال ما قرا ما خدم ما دمر ما عرف ما عرق على الفلوس ولكنه لابس بواحد الشكل بحال الأغنياء ويركب في طوموبيل ولا موتور بحال الأغنياء. هذا كيفاش باغي يدمر؟ ولذلك احنا ولدنا مفشين. احنا بعض الأعمال اللي موجودة في المجتمع ديالنا الآن لا يقوم بها الأولاد اللي تولدوا هنا ما تيقوموش بها، تيقول لك ما نرضاش نخدم هذه الخدمة. وتيجيو الناس من الخارج اللي ما يعرف لا فرنساوية ولا والو، تيجي ما عنده لا أوراق ولا والو وخدام وردام وتيكسب أربعة المرات داكشي اللي تيكسب بان داك الولد. علاش؟ لأن الولد مفشش. قال لك أنا عايش في الأحلام، أنا خصني نكون كذا وخصني نكون كذا وخدم وربح فلوسك وعاد خدم داكشي اللي بغيتي. وهذا المجتمع أيها الإخوة الكرام يدفعنا إلى ذلك، كثرة الاستهلاك فيما لا نحتاجه أو في الأمور التي ليست من مستوانا، وهذا من الإسراف الذي ينهى الإسلام عنه. وآت ذا القربى حقه، كل واحد خصو حقه، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. تيولي الانسان الذي يبذر يصبح مثله مثل يعني تيولي اخ ديال الشيطان، لان الشيطان سوف يجره الى بعض المتاهات والى بعض والى انفاق المال في بعض في كثير بعضها من المحرمات او بعض المحرمات، فيتبع خطاه الى ان يخرجه عن طريق الله تبارك وتعالى. والاسراف في حد ذاته ايها الاخوه الكرام نوع من انواع كفران نعمه الله عز وجل. علاش؟ لأن الإنسان العاقل ماذا يقول لسان حاله؟ يقول اللهم إنك قد رزقتني وأغنيتني بهذا المال وجعلتني مستخلفا فيه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هذه الفلوس أعطيتيهم لي وهذا المال أعطيتيه لي وهذا الغنى أعطيتيه لي وجعلتني خليفة على ذلك المال، هذه أمانة وهبتها إلي يا الله، فأنا أعدك أن أتعامل مع هذا المال وفق ما يرضيك وأن أنفقه فيما يرضيك وأن لا أبذره فيما لا يرضيك أو في متاهات لا تحبها ولا ترضاها. هذا ولسان الحال، هذا ولسان حال الإنسان الذي يشكر نعمة الله عز وجل، والذي لا يتعامل بهذا الشكل ويسرف ويبذر بشكل غير مقبول هذا إنسان يكفر بنعمة الله تبارك وتعالى. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وإن كان ضعيفا سنده ولكن متنه قوي جدا، قال كفى بالمرء صارفا أن يشتري ما اشتهى. يعني كفي بالإسراف من الإنسان صرفا، يعني الإنسان اللي تقوم بهذا العمل هو مسرف أنه يشتري ما اشتهى. اللي اشتهيتي خصك تشريها. سيدنا يعني في الإمام في جاء في موطأ مالك عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحكي يقول مرة رآني عمر بن الخطاب رضي الله عنه رآني بقطعة لحم معلقة عليه، قابط واحد القطعة ديال اللحم. هذا سيدنا جابر قابط قطعة ديال اللحم، وسيد وحنا عارفين في ذاك الوقت الناس ضعاف على قد الحال باش تاكل اللحم راه مرة في ما عرف شحال. فرآه سيدنا عمر بن الخطاب فقال له ما هذا يا جابر؟ ما هذا الذي تعلقه؟ ما هذا يا جابر؟ فقال اشتهيت لحما فاشتريته. اشتهيت شوية اللحم ومشيت شريته، اشتهيت لحما فاشتريته. فقال له سيدنا عمر بن الخطاب أو كلما اشتهيت اشتريت فين ما تشتهي شي حاجة تشريها؟ أو كلما اشتهيت اشتريت يا جابر أما تخاف من هذه الآية؟ أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم فيها بها. هذه آية هي نزلت في حق الكفار، ولكن سيدنا عمر بن الخطاب ذكرها حتى ينبه سيدنا جابر بن عبد الله أن يكون قصدا في إنفاقه. هو لا هو قصد في إنفاقه سيدنا جابر، نحن نعرف عز المعرفة، ولكن سيدنا عمر بن الخطاب هذا من يعني هذا واجبه كواعظ وواجبه كخليفة أن يحذر الناس وأن ينبههم حتى لا يفقدوا جادة الصواب.
قالوا أما تخافوا هذه الآية أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها؟ ما شنو جاء من بعد الآية ولم يذكرها سيدنا عمر؟ فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. حاشا سيدنا يعني جابر بن عبد الله ليس من الفساق وليس من المتكبرين، ولكن كما قلنا سيدنا عمر أراد أن ينبهه وينبه من سواه بالنسبة لهذا بالنسبة لهذه القضية. معشر المسلمين والمسلمات، رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقه القصد حتى لا يكون مسرفا، ويدعوه كذلك أن يرزقه القصد حتى لا يكون بخيلا، لأن البخل رزية عواقبها وخيمة وآثاره سيئة على الإنسان في حياته وبعد مماته. البخل هو أن يبخل الإنسان على غيره، البخل هو أنك تبخل على غيرك ولكن تكون كريما مع نفسك، أنت تتأكل وتشرب وكريم مع راسك ولكن الناس الآخرين هذا ما تتعطيهمش، هذا تسمى البخيل. والشح هو أن تكون بخيلا على نفسك وعلى الناس، هذه المصيبة، هذه الأكبر. شحيح هو أنك بخيل ما تتنفق لا على لك لا على أولادك ولا على الناس، كاين اللي تنفق على نفسه ووليداته ولكن الفقراء غيان ما والو ما يشوفوا والو، الجامع والو، هذا تسمى بخيل. والشحيح أكثر من ذلك، ما فايد تنفسه ما استفدوا منه حتى ولادو، ومرته ما استفدت منه ولا ولادو ولا باه امه ما استفدوا منه، اما الناس هذوك ما نتكلموش عليهم، هذا يسمى شحيحا. والله تبارك وتعالى يقول ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. ومن يوق اللي الله عز وجل نجاه من الشح ديال النفس ديالو هذوك هما المفلحون، اما اذا سقط في شح نفسه فهذاك من المفسدين ومن الضائعين. والله عز وجل يقول واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. من بخل اللي يبخل بالمال هذا ربي غادي يعسر له في الحياه ديالو، فنيسره للعسرى، غادي نيسر له الطريق الصعبه، مشاكل في الصحه ديالو، مشاكل في العمل ديالو، مشاكل في الولاد ديالو، مشاكل في السياره ديالو، فسنيسره للعسرى. ويقول الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. والبخل أنواع أيها الإخوة الكرام، هنالك من يبخل في الزكاة كما قلنا لا يدفع الزكاة، وهؤلاء أيها الإخوة الكرام يقول الله عز وجل في حقهم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. متى؟ يوم يحمى عليها، على ذاك الفضة والمال، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. كنزته الرأسك ها وغادي يجيك، ولكن ما غايجيك باش تصرفوا، غادي يجيك باش يحرقك. هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لا بغيتي تكنزوا ذوقوا دابا، ولكن تذوقوا وجعا، تذوقوا والعياذ بالله وجعا، تذوقوا والعياذ بالله حرقا. هذا بالنسبه الذي يبخل في الزكاه ولا يؤتي حق الفقراء، لا يؤتي حق الله عز وجل في ماله. وهنالك من يبخل عن على اولاده وعلى اهله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. أي فرانك تتعطيه ولا أورو تتعطيه لوليداتك ولمرتك هذاك وتقول هذا بغيت الأجر عند الله، ربي تحسبه لك بحال صدقة، تسماش هذاك مال بل ضائع وإنما صدقة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة لعتق رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. دينار أعطيته في سبيل الله بالجهاد في سبيل الله، ودينار أعطيته باش تعتق رقبة، احنا عارفوا عتق الرقبة من الأمور الحميدة، ودينار أعطيته للمسكين ودينار أعطيته لأهلك، شكون اللي فيه الأجر أكثر؟ هو ذاك الدينار اللي أعطيته لأهلك لوليداتك، ووليداتك ماشي باش يفسدوا ويطغوا في الأرض، باش يقراوا باش يتعلموا باش ما يكونوش يعني معقدين مع الآخرين فقط. الواحد الحد اللي نفقتي على الزوجة نتاعك باش ما تقولكش راجلي بخيل، واكلة شربة مزيان ساكنة مزيان راكب مزيان، هذاك اللي درتيه وانت تحتسب لله عز وجل هذاك هو الدينار الذي يعظم الله عز وجل
أجره لك. وهذا الشيء كل الملخص دياله هو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. يعني المال حتى تخرج منه الصدقة، ما تقولش كان عندي 100 وخرجت الصدقة 20 بقات لي 80. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما نقصت صدقة من مال، إلا خرجت 20 من 100 راه بقات 100 وربما أكثر، أنت راك تشوفها 80، ولكن الله عز وجل سوف يضاعفها عن قريب ويحل لك مشاكل عن قريب. ما نقصت صدقة من مال، ما تقولش هذا نقصت لي من رأس المال، لا، هذاك رأس المال غادي يزكيه الله عز وجل ويربيه الله تبارك وتعالى حتى يفيدك به. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا القصد في الغنى والفقر، وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأوليائه المقربين، إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين وجندك الغالبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين رب الناس، أذهب عنهم الباس، اشفهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك العافية في من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أغننا بالحلم يا أرحم الراحمين، وزيننا بالتقوى يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا سواء السبيل، واجعلنا من المتقبلين عندك يا أرحم الراحمين رب العالمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.